كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وقد كان أكمل الناس هديا وأتمهم عملا وأعلاهم درجة عند الله عز وجل، ومع ذلك كان يقوم صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، أن بعضا من الفقهاء ربما فضل انشغاله بالعلم على انشغاله بالعبادة، فقد جاء عن أبي نصر ابن الصباغ أحد فقهاء الشافعية المشهورين أنه قال: لأن أحيي ليلة في العلم أحب إلي من أن أحييها صلاة. والحقيقة أن كلامه إذا كان على سبيل الاستثناء فصواب، وأما على سبيل الإطلاق فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الوتر، وهذه صلاة الوتر ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، ولذا فإن طالب العلم إنما يفاضل بينها وبين بعض النوافل عند التعارض، ولا يوجد التعارض. والأسف أن بعض من طلبة العلم ربما ينشغل في الليل لا بطلب العلم، وإنما ربما انشغل بأشياء أخرى من حديث الدنيا وغيره. وهنا مسألة قصيرة جدا، أوصي الحاضرين وأغلبهم من الشباب أن يعود نفسه في صغر سنه وحداثة أمره على أن يجعل له وردا من القرآن، وأن يجعل له وردا من الصلاة، وليكن ذلك الورد في الليل خاصة، فإن صلاة الليل خاصة مهمة لطالب العلم، فإنها سبحان الله العظيم من أعظم الأسباب على الثبات في الدين. صلاة الليل هذه من الأسباب العظيمة على الثبات في الدين، وهي من أعظم ما يأنس به المرء بربه جل وعلا. وتعلمون ما جاء في بعض الأخبار عن بعض السلف أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أعظم لذائذ الدنيا أمران: الصلاة والعلم، وأعظم العلم القرآن. هذه أعظم لذائذ العبادات، بل هي أعظم لذائذ الدنيا، فمن فتح عليه فيهما فإنه السعيد. ولذا أنا أقول لطالب العلم، وخاصة ما دام شابا، عود نفسك على أن تجعل لك وردا، لا أقول بالغ ولا أقول شد على نفسك، فإن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. فالآن المقصود من هذه الدربة فيتدرب المرء درجة فدرجة حتى يصل إلى ما يرغبه، وذلك اجعل لنفسك دربة في الوقت واجعل لك دربة في العدد، هذا قيام الليل.